مرحبا كيف حالك أهلا وسهلا تفضل مرحبا مرحب فيكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامجنا اللي راح نسلط الضوء من خلاله على حرف فنية ونتعرف على شخصيات نقشت اسمها في عالم الإبداع من الخشب والأوتار نسج ملامحها وإقلال مش كتار يلي بيملكوا صنعتها حبه وشغفه لآلته الموسيقية خلى عنده الفضول ليتعرف على تفاصيلها وينحتها بإيده خلونا نتعرف مع بعض على شحادة شلالدة صانع آلة الكمان شحادة أهلا وسهلا فيك أهلا بك عرفنا عن حالك أكثر مين هو شحادة شلالدة؟ أنا شحادة شلالدة ساكن في البلدة القديمة في رمالة تحتها أصلي من قدر الخليل بلدة سعير بصنع آلة الكمان وعائلة آلة الكمان طيب خلينا نرجع على تسع سنين لوراء احنا بنعرف انه لك تسع سنين بهاي المهنه صحيح. كيف قررت بدايه انك تتعلم اله الكمانجه تتعلم تدرسها او تعزفها آه، وليش قررت انه الكمانجه تحديدا اللي بدك تدرسها بديت في الـ 2005 لما فتح مركز الكمنجات جنب بيتي طبعا الكمنجات بيبعد عن بيتي تقريبا 10 خطوات آه، طبعا كان اول مره بنشوف الات موسيقيه دايما بنسمع عنها بالراديو بالتلفزيون فكان اشي غريب لنا فرحنا على المركز صرنا نتفرج على الالات الموسيقيه عجبتني اله العود لانه اله شرقيه عزفت على اله العود فتره بعديها صرت اشوف صانعين كمانجات يجوا من الخارج يجوا يصلحوا الالات اللي بتيجي تبرع للمركز فصرت دائما اروح هناك اتفرج كيف بيصلحوا الالات الموسيقيه واتابع هذا الموضوع بعديها لما حبيت اله الكمان لانه شفت تفاصيلها من الداخليه وهي التفاصيل حبيت ادخل اعزف على الكمان لاني حبيت هي الصنعه كنت حابه انا حتى ان اتعلم اصنع شيء بايدي يعني اصنع شيء بايدي محفور اسم بلدي فيها واسمي واسم عائلتي هي تمام يعني انت قبل ما تبلش تصنع فعليا درست قد درست عزف كمانجا؟ عز تقريبا ثلاث سنين عزف عزف كمانجا بعديها خلص حبيت اتخصص بالصناعه اله الكمانجا ما حسيت انه ممكن هيك تقتل موهبتك بالعزف مثلا وتروح لشيء عملي اكثر كيف اخذت قرار بانك انه خلص ما بدك تاخذ دروس عزف وبدك تنقل للصناعه؟ كنت افرغ كل وقتي في المشغل تاع الكمانجاتي، كنت مثلا اروح اجرب كيف بتنصنع اله الكمانجا، ضلني احضر فيديوهات على اليوتيوب كيف بتنصنع اله الكمانجا، كنت دائما اروح على المشغل حتى لو كانت الساعه بالليل متاخره كنت احاول اصنع اله كمانجا كمان لحالي حتى بدون استاذه حتى من خلال العزف بفهم الاله اكثر يعني كيف بتشتغل الاله كيف نظام عملها وصوتها طب شو اللي منعك بعدين انك تكمل بالجهتين يعني بانك تعزف وتصنع العزف لازم تتدرب كثير والصناعة نفس الشيء لازم تضلك تصنع وتصلح الات ودائما تشوف الات قدامك دائما وحتى فاذا بتتخصص باثنين بصير ابصر كيف اما تتخصص في مجال واحد بتبدع فيه اكثر عرفت كيف؟ فحبيت انا بس اختص في الصناعه والتصليح والترميم طيب احكي لي عن تفاصيل دراستك اكيد يعني الموضوع اخذ منك كتير جهد وكمان تطلب منك انك تدرس برا فلسطين صحيح. احكي لي عن هذه التفاصيل مين اللي ساعدك انك تطلع برا وتدرس تكمل دراستك بهذا المجال صحيح. رحت على الجامعه في بريطانيا درست هناك ثلاث سنين والثالث سنين درست اول سنه كيفيه مثلا تصنيع التين بعدين ثاني سنه هو ترميم آلة الكمانجا ترميم الات قديمه قديمه معناها اثريه يعني يعني بدها دقيه كثير بعدين ثالث سنه صنعت تشيلو تشيلو طبعا كان اول تشيلو لي بعديها تخرجت ورجعت هون على فلسطين اشتغل مع مركز الكمانجاتي اللي هو اساس تعليمي وهو وفرنا المنحه من مركز الكمانجاتي والقطان مركز القطان عبد المحسن القطان <applause> هم اللي تدريسي في بريطانيا. يعني انت فعليا بلشت تصلح بعدين انتقلت للتصنيع، قديش كان في اختلاف او كان في فجوه بين انك يعني تصلح شيء بسيط شيء جاهز وتنتقل لصناعه اله يعني بحالها. هو ترميم الالات او تصليح الالات اصعب من الصناعه، لانه انت بالصناعه انت بتصنع التك بتعرف شو اللي صنعت اما ترميم آلات قديمه طبعا بدك تعود ترميم مثلا كسور قديمه تصليح ناس صلحوها قديم مثلا بدك ترمم ترميم اصعب بيجي من التصنيع <applause> طيب بتحكي لي عن اول كمانجه اشتغلتها بايدك اكيد بيكون لها يعني معزه خاصه أكيد. احكي احكي لي عن اول كمانجه قديش اخذت منك وقت كيف صنعتها هون صنعتها ولا في بريطانيا طبعا جميع صناعي الآلات أول آلة دايماً بيحتفظوا فيها لأنه دايماً كل أغلاطهم فيها والأشياء اللي تعلموا فيها بيكونوا فيها طبعاً آلة أول كمانجة صنعتها صنعتها لو في 2008 عند أستاذي في فلورنس والكمانجة هاي قعدت معي تقريباً شهر كامل وأنا أصنع فيها طبعاً كنت, كنت أشتغل حتى بالليل يعني بدي أخلص الكمانجة عشان أشوف آلة أنا صنعتها مكتوب اسمي جواها وبعد ما انتهيت من صناعة الكمانجة هاي يعني قررت أن أعطيها لأختي أختي بتعزف كمانجة في مركز الكمانجاتي فأول ما أهديتها الكمانجة هاي كانت كبيرة عليها لأنها كمانجة أربعة أربعة بتيجي لعازف أو أستاذ فاستنت عليها بعدين صارت تعزف على 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 ولليوم على بتعزف عليها قديش تكون مبسوط بس تشوف اختك هلا عم تعزف على طبعا أختي بتفتخر بين الطلاب إنه أخوي صنع هاي الكمانجة طيب بس رجعت وأنهيت تعليمك قديش شفت الموضوع مجدي كمان ماديا لإنها هاي مهنتك الرئيسية مزبوط فقد شفت إنه في إقبال فعليا من الناس على شراء هيك آلات موسيقية لإنه كمان بنعرف إنه الوضع هنا مش كتير بيسمح إنه الناس تتعلم موسيقى وكتير إلا الناس اللي بتفوت بهيك مجال صحيح بالنسبه لما رجعت على المركز المركز كان يجيب اساتذه من الخارج او صانعين او يصلحوا الالات الموسيقيه اللي بالمركز كان يكلفهم مثلا تذكره الطياره زي بيت لهم ولا معاش ولا لهم فاختصروا هاي الشغله بدل ما يجوا الاجانب يصلحوا الالات صرنا احنا نصلح الالات مركز يعني اعتمد علي في تصليح الالات الوتريه حتى مش المركز حتى المعاهد من معاهد معاهد مختلفه في رام الله او في نابلس او في اي معهد ثاني حتى في الات انا اجتني من الاردن صلحتها وصرت اعلم طلاب مثلا من المركز يعني اللي يساعدني شويه في تصليح الالات مش انت هلا عندك مشغلك الخاص مزبوط صحيح, صحيح. هلا آه بدنا نروح معك على المشغل عشان تفرجينا اكثر آه تفاصيل صناعه اله الكمان اهلا وسهلا مشاهدينا خليكم معنا لنتعرف أكثر على تفاصيل صناعة آلة الكمان في مشغل شحادة هذا المشغل اللي بشتغل فيه وبصنع هون آلات موسيقية طيب حدا يعني انا شايفه كثير تفاصيل ممكن حتى العازف نفسه اللي بيعزف على الاله ما بيكونش بيعرفها احكي لنا اكثر عن انواع الخشب اللي عم تستعملها كمان شايفه عنا هون احجام مختلفه للالات تحكي لنا تفاصيلها هاي الالات نفسها وحده هي نفسها الكمانجا ولا في لها اسامي مختلفه هاي هاي فيولا هاي كمانجا طبعا هذول جيتارات ما بدخل في تصنيعهم انا بس اني بعمل صيانه لهم <applause> طبعا في عندك حكينا عائله الكمانجا من كمانجا وفيولا وتشيلو ودبل بيس طبعا هدول الالات نفس الشكل بس قياساتهم مختلفه واصوات تطلع مختلفه منهم <applause> منها هسه اله الكمانجا كمان بتكون اللي هو نفسها عائله الكمان تكون نفس انواع الخشب <applause> مثلا في هذا الظهر الكمانجا <applause> <أدم> هذا من خشب القيقه <applause> موجود بقريقة. موجود بفلسطين؟ لا مش موجود فلسطين هذا كله من الخارج أه. من إيطاليا من جبال إيطاليا بتلاقي صعوبة عادة بأنك تستورد هيك معدات يعني أو طبعا, خشب؟ طبعًا أنا بشتغل في مركز الكمنجات وأنا بوصيهم وهم كل شي أه. طبعا كل شيء مشتري عن طريق الإنترنت أمرات في شيء لما أسافر برا بشتري. بشتري شو الأدوات اللي بتستخدمها بالعادة عشان تصنع الكمانجة؟ الأدوات اللي بستخدمها مثل هذا بفحر بفحر مثلا الوجه هذا مثلا بشتغل على تقويس مثلا شكله عن طريق هاي بفحر بعدين أه. بستخدم فرات فرات صغيره هيك أه. اللي هو بتقوم بعمليه نحت كمان بتعمل شكل كمان لازم يكون قديش فعليا سمك هاي الخشبه مثلا او طريقه الحفر بتاثر على صوت الاله؟ طبعا السمك السمك او قياسات الوجه الكمان دائما في قياساتها دائما بتختلف من نوع خشب لنوع خشب <applause> في نوع خشب مثلا من نفس النوعيه مثلا قيقب بس هذا الخشب يابس هذاك الخشب مثلا اطرى شويه في كثافته فلازم اذا اذا كان يابس الخشب بيكون قياساته اقل واذا <applause> كان خفيف الخشب لازم يكون قياساته اخمل شويه يعني حسب الخشب وحسب الاله اللي بدك تسويها حسب الصوت اللي بدك اياه كمان في انواع ثانيه للخشب ممكن انك تستخدمها للصناعه ممكن استخدم مثلا للتشيلو وللفيولا اخشاب ثانيه أه. زي خشب اللنجوس للتشيلو وفي انواع اخشاب ثانيه ممكن بس كله طبعا هذا الخشب متوفر في الخارج لازم يكون عمر الخشب اقل اقل شيء لازم الصناعه يكون أربع سنين او خمس سنين أه. طبعا في عده ادوات او عدد نستخدمها للصناعه أه. زي ما حكيت لك هذا بنفحر فيه الاله، طبعا. هذا المبرد اللي بنحب فيه مثلا الكمانجه مثلا ايد الكمانجه محل ما بيعزف او رقبه عازف، هذه مثلا زاويه زاويه 90 درجه مثلا بنستخدمها كثير في نستخدم ادوات رسم ادوات قياس زي ماستر هذا كاليبر طبعا بنستخدم احنا ميلي احنا طبعا كل القياسات بنستخدمها بالميلي او اقل من ملي امرات <applause> والكمانجا اول شيء طريقه بدايتها مثلا في التصنيع نرسم آلة الكمانجا أه. وبنشوف كيف الشكل اللي بدنا اياه وبنختار كيف الصوت بدنا اياه يكون بعدين نعمل قالب للكمانجا طبعا كله بيستند على دراسه فعليا أكيد طبعاً دقيقه لل اكيد رسم قياس حسابات دقيقه أه. منها بتستنتج الصوت الكمانجا كيف بدك اياه يكون مثلا شكل مثلا الزوايا تاعت الكمانجا الاف هولز تاعت الكمانجا رقبة الكمانجا كيف لازم تكون وبعديها بتعمل القالب بعد ما ترسم آلة الكمان بتعمل القالب اللي هو هذا تبنى عليه القواعد اللي هي القواعد اللي بتثني عليه الأضلاع تاعت الكمان بعد ما تعمل الأضلاع تاعت الكمان بلش تقص في الوجوه طبعا وجوه الكمان طبعا هي هاي بتكون قطعتين ببعض اه قطعتين مع بعض تعمل لهم جبدهم مع بعض تقص شكل الكمانجا بعدين تبلش تعمل في الظهر الكمانجا بعدين تبلش تفحر فيها من الداخل عشان تطلع الصوت اللي بدك اياه عشان التجويف اللي جوا هو اللي زي صندوق جوا فلازم يكون في فراغات منه وساعة فعن طريق عمود اسمه سامبوست هو بنقل الصوت من الجسر للاوتار من الاوتار للجسر من الجسر لل للعمود هذا بنقل الوجه جوا فبيطلع صدى الاله بيطلع الصوت منه. الاوتار تبعت الكمانجه من ايش مكونه فعليا؟ هو هو زمان كانوا يستخدموه من من الامعاء تاعت الحيوانات كانوا يستخدموه للعود وللكمانجات كمان اسمها جات سترينجز وفي هسه حاليا في معدن مه. الاوتار اللي من معدن مصنوع من معدن طبعا شركات هاي بتعملها بتشتري الطقم جاهز بس بتركبه على الاله. مه. انا شايفه في كمان شعر فرس مزبوط شعر الفرس اللي هو لل وبيستخدم هذا قوس التشيلو أه. طبعا لازم يكون محطوط عليه الشعر هذا الشعر بقوم بنحط عليه ماده اسمها روزن او كوليفوني والعازف بيعمل يعني بخلي يجي على الوتر وبيعمل احتكاك في الوتر وها فبيطلع صوت الوتر آه. طيب من خلال دراستك انت للموضوع كمان آه قبل ما تبلش آه تصنيع يعني احكي لنا الفرق بين صوت الكمانجا وصوت آه التشيلو مثلا الكمانجا صوتها حنون كثير عرفتي كيف آه والتشيلو صوت اضخم بيجي آه آه الضخامه صوت اكثر فيه بكون حتى كل ما ارتفعنا الالات بتصير اضخم مثلا الكمانجا حان بعدين تيجي لك اله الفيولا اللي اضخم بيجي الصوت والتشيلو بيجي قريب للفيولا تقريبا بعدين بيجي الدبل بيس اللي هو الصوت الضخم الكبير الكونترا باس او آه. الدبل باس هو بيجي اضخم بيجي الصوت والاله هي هي اساس الاوركسترا في العالمية يعني اساس الاوركسترا هي, هي اله غربيه فعليا هي اله غربيه مظبوط طبعا هي فكره صناعه الكمانجه جاءت عن طريق الربابه من الربابه طوروها الغرب قبل 300 سنه كان شكلها هيك ووصلتنا زي اليوم يعني لليوم شكلها هيك <applause> كمانجه هلا مم. جاهزه تفرجينا اياها تفرجينا اجزائها من ايش مكونه هذا مثلا وجه الكمانجه من خشب السبروس ومن انواع خشب الصنوبر وطبعا هذا بكون على الجبال في ايطاليا او في في فرنسا وفي بتلاقي صعوبه بانك تحصل على هاي المواد هاي انا كل ما اسافر بحضرها او مرات بطلب على الانترنت اولدر لا شيء بدي طبعا مكلفه بتكون كثير مكلفه أه. كثير والمركز طبعا بيوفر له هذا خشب القيقب اللي هو طبعا اضلاع تاعت الكمانجه والظهر ورقبه الكمانجه مكون من نفس الخشب اللي هو خشب القيقب أه. وهذا خشب الابانوس طبعا هذا بنجاب من افريقيا خشب اسود أه. بيكون والجسر انا بقوم بصناعته وال بعد ما تخلص صناعه الالوان بتحفر اسمك طبعا بكتب جواها مثلا ورشة الكمنجات مثلا مصنوعة بيدش حدا شلال ده في فلسطين رام الله وبختم اسم مثلا على الجسر هون وداخل الكمنجة طبعا طريقة الدهان كمان طريقة كمان أنا بطبخ الدهان عندي هون بالورشة بالمشغل عندي طيب تفرجينا يعني نعتبر انك حاليا عم بتصنع بآله وفعليا انت مجهز او عم بتجهز في آله فرجينا كيف اول اول خطوه بتعمل فيها لحديت ما تخلص ونشوفها زي ما فرجتنا اياها هلا اول اول خطوه بعملها اللي هو مثلا برسم مثلا هذه رسمه لكمانجا رسمتها طبعا بعديها بقصه بعمل زي زي شبلون للكمانجة، بعدين بعمل القالب زي ما حكيت لك. بعمل القالب هاي الكمانجة وبعمل القواعد تاعته، بعدين بزرع الأضلاع تاعت الكمانجة. بعدين بقص الوجوه. وبعمل الوجوه. وبعدين بتدهنها؟ بعديها بجم... بعمل رخبة ال... الكمانجة آه. وبجمع الآلة. بعديها بتيجي مرحلة الدهان، مرحلة الدهان هي تقعد تقريباً اسبوع لاسبوع ونص هيك شيء بعدها بتيجي مرحله السيت اللي هي تفنيش الكمانجا اللي هو عمل الجسر، عمل مفاتيح الكمانجا عمل العمود الجواد السامبوست بيجي للصوت جميع هاي الاضافات الخارجيه بعدين بتكون جاهزه للعزف طيب انا هون شايفه احجام مختلفه لقطعه طبعا ما بعرف ايش اسمها ف... هذول بيجوا بيجوا الكمانجات او التشيلو او الدبل بيس او باس طبعا زي ما حكيت لك في في صوره لطلاب صغار مثلا كمان جا عندك نص ثلاث ارباع ثمن كمان جت زي طبعا كل الصوره بتلاقي احجام مختلفه لهي الالات <applause> وفي التشيلو نفس الشيء في تشيلو عندك نص ثلاث ارباع وفيولا نفس الشيء يعني حسب الطالب شو بده يتعلم ومن عمره قديش بده يتعلم طيب بعد ما تخلص صناعة الكمانجا وتكون جاهزة للاستخدام مين اللي بيحكم على جودتها بالعادة؟ يعني في ناس بتيجي بتقيم مثلا إذا صوتها مزبوط إذا هاي الآلة فيها خلل معين أو لا مثلا هو صوتها مش هو مثل مش المألوف. هو بتصنع بعد ما تصنع الكمانجا طبعا بتجرب الكمانجا بتعدل على شغلات مثلا في, في الصوت مثلا بيجي عازف طبعا مش كل واحد بحب نفس الصوت، في ناس بحب صوت ضخم، في ناس بحب صوت ناعم، في ناس يعني بحب اصوات مختلفة مش كل واحد بحب نفس الصوت. فبيجي اعزف بعزفها، إذا ما عجبش هاي كمان بجرب كمانجة ثانية، بيطلع صوت، مستحيل مثلا تصنع كمانجة يكون نفس نفس الصوت بالضبط، دائما إلا ما يكون عندك مختلف، ممكن بالصدفة تيجي الكمانجة نفس صوت الكمانجة. بيعتمد على نوع الخشب بيعتمد كمانجة. على نوع الخشب وعلى الأوطار. الصناعه والاوتار وجميع الشغلات يعني اي شيء بيعمل فرق في الاله طيب قديش من اول ما بلشت لهلا قديش بتحس انه في اقبال على موضوع الموسيقى بشكل عام وعلى موضوع انه في ناس عم تتعلم موسيقى وكمان لانك بتشتغل كمان مع الكمانجاتي وهم بلشوا معك بمرحله التعليم بداية كعازف بعدين كمصنع للآلة قديش بيدعموك قديش بيجيبوا لك طلاب مثلا عم تتعلم موسيقى عندهم يجوا يشتروا من عندك طبعا الآلات اللي في المركز طبعا المركز هون كمان جات هو بوفر الآلة للطالب اللي يعزف عليها هسا الآلة قبل ما تروح للطالب طبعا بتيجي عندي هون بفحصها بده مثلا القوس تغيير شعر بده أوتار بده جسر جديد ولا إشي انا بعمل لها جاهزه تمام يعني بعدين بعطيها بعديها اذا الطالب مثلا كسر الاله كسر القوس بده تغيير شعر انا بعمل له الصيانه هاي بيجيبوا لي المركز بغير له بصلح له <applause> هاي من قبل كان صعب كثير مثلا انه حد يصلح الاتهم فكان يبعثوها الاستاذ مثلا مسافر مثلا على فرنسا ياخذها يوديها لواحد هناك او ياخذوها على اسرائيل يصلحوها هناك فهيك انا بوفر كل شيء هون وموجود في نفس المركز ومن طالب كمان تعلم في المركز طبعا في كمان طلاب بيجوا بحبوا يتفرجوا كيف بتنصنع الكمانجه فبعمل ورشات عمل عن تصليح الكمانجات وكيف يدير باله الطل... كيف الطلاب مثلا يدير بالهم على الاله واعطيهم فكره بسيطه كيف تنصنع الاله وشو قيمه الاله مثلا كيف نحافظ عليها بعدها عن الشمس او هيك شغلات في ناس مثلا او طلاب حبوا الفكره وحاولوا انهم يجوا يطلبوا منك مثلا تعلمهم او تصير تعطي دورات صحيح في طلاب مثلا حابين يتعلموا كيف التصنيع هيك بس عمرهم صغير كثير عرفت كيف فممكن لبعد فتره ممكن نعلمهم هيك في عندي هون في المشغل تاعي في وحده المانيه بتيجي طلبت انها تتطوع بالكمانجاتي مقابل انها تتعلم تصنيع الكمان طلبت عندي أنا وهي بتشتغل عندي حاليا بتصلح وبتساعدني في التصليح وفي التصنيع مش هذا احكي لي قديش رقم الالات اللي حاليا صنعتها لهلا تقريبا صنعت زي 18 اله أه. وحاليا انا بشتغل على تقريبا اربع الات لازم اصنعهم لناس في امريكا وان شاء الله في المستقبل يكون شغل اكثر وخصوصاً في بلادنا انا كنت لوين حابب توصل في يعني هذا المجال؟ يعني حابب يكون عندي ورشة كبيرة مثلا وعندي ناس يشتغلوا معي وأدرس كمان مه. هاي المهنة ويصير آلات مثلا في الوطن العربي أكثر من مثلا في أوروبا أو في يعني هذه كتير في بلادنا أنا عرفت كيف؟ مه. طيب حدا احنا كتير انبسطنا بهاي الجولة بمشغلك وانبسطنا انه تعرفنا على شخص مبدع زيك، شكرا كتير لقلك على سلام لك على وقتك. فيك. شكرا لك. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، تابعونا بحلقة جديدة، باي باي.